وأنا أعدكم وأنا في المؤتمر الشعبي العام لا أنا ولا أقربائي أترشح لهذه الرئاسة. هو يناقض نفسه، هو يكذب هذا الرجل. نعم. هذا الرجل امتهن الكذب في السياسة أكثر من أي شيء آخر. طيب. على الجانب الآخر. نعم. قواته تقاتل الناس في عدن وتحاول التوسع في عدن وهو يقدم مبادرات، أي منطق هذا عنه؟ علي صالح حقيقة بهذا الأمر كشف عن أن شعاره أنا ومن بعد الطوفان فليهلك الحرف والنسل وللأصالح أولاده ولتسقط اليمن في الدماء وليبقى صالح أولاده ولتسقط المنطقة كلها والمنطقة العربية كلها وليخرج صالح بثروة.